قدمت في هذا الموضوع من اثر جلطه مشى من الشلل بعد الحجامه، هذا من فضل الله العلي العظيم. فهذا الموضوع نافع، حتى ردوا عليه في العلماء، كتاب ابن القيم ذكر انه نافع للعين والانف، يعني الجيوب الانفيه ومشاكل العين واللسان والدماغ. انا اعمل هذه الحجامه هنا في القمح دواء في الشهر مره او مرتين، هذا امامكم. نعم، يقول في يعني احد رواه الحديث اظن اسمه معمر، يقول احتجمت على الهامه هنا ونسيت الفاتحه. طيب الان هو يتذكر ماضيه، هل هذا وقتي ام على طول؟ يمكن يوم نص يوم ينسى الذاكره بعدين ترجع للذاكره، هو يتكلم عن ماضيه. فاساءه الاستخدام اللي هو السحب القوي والتشريط يؤثر على هذا في اي موضع كان من مواضع الحجامه. لكن ابن سينا قد كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وقد حقا انها تورث النسيان، ايوه انها تورث النسيان حقا كما قال صاحب شريعتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر انها تسبب النسيان. هذا والله اعلم.